والابن والروح القدس الاله الواحد امين. معونتنا باسم الرب صانع السماوات والارض. من انجيل سيدنا يسوع المسيح للقديس متى الفصل 15 الايات 29 وتابع. المجد لك يا رب. المجد لك. نسمع من أبونا إذا بحب يقرأ لنا 29. يسوع يشفي المرضى. ثم ذهب يسوع من هناك وجاء إلى 29 متى 15 29 29 يسوع يشفي المرضى. متى 15 والعدد 29. ثم ذهب يسوع من هناك وجاء إلى شاطئ بحر الجليل فصعد الجبل وجلس هناك. إذن بحر الجليل له عدة أسماء، وبحيرة طبرية أو بحيرة جناصر أو جناصرت، واليهود بسموه كنيرت. كنيرت لأنه شكل بحيرة طبرية زي كنارة. كويس؟ تفضل أبونا. فأتت إليه جموع كثيرة ومعهم عرج وعمي وكسحان وخرس. يا ريت لو إحنا كمان في أمراضنا نتجه إلى السيد المسيح. هلأ في فئات ترفض الطب، فئات خصوصا أمريكية أو خلينا نقول غربية، بذريعة إنه السيد المسيح هو الشافي، برفضوا كل طب، كل دواء، كل عملية، وخصوصا في فئات ترفض نقل الدم أو كانت ترفض التطعيم أو زرع الأعضاء. فصحيح إنه يسوع هو الشافي، ولكن زي ما يسوع وكل رسالته التعليمية للرسل، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، قسم من رسالته التقديسية وهبها للرسل ولخلفائهم. هذا هو جسدي، هذا هو دمي، اصنعوا هذا لذكري. هلا بالنسبة لرسالته العجائبية، هي احنا ما بنقدر عليها. كهنوتنا المسيحي، بما اننا منضل بشر ضعفاء، وحتى الانبياء ما كانش كلهم عندهم مواهب الشفاء. والقديس بولس نفسه بقول خصوصا في الرسالة الأولى لأهل كورنثوس إنه في عدة مواهب، ناس عندهم موهبة الشفاء، ناس عندهم موهبة التكلم بالألسنة يعني باللغات، ناس نقل الألسنة اللي بسموه الترجمة، ناس عندهم النبوة. النبوة طبعا مش نبوة جديدة أو دين جديد. فشو اللي عملته الكنيسة في التاريخ؟ شو اللي عملوا الرسل وخلفائهم عبر التاريخ؟ أسسوا المستشفيات. يعني أول مستشفيات في العالم أو في العالم المتمدن المعروف، مين اللي أسسها؟ الكنيسة. لأنه المستشفى، وبعدين الطب كمان. الطب القديس لوقا كان طبيب، والقديس بولس يقول عنه الطبيب الحبيب لوقا. إذن نقدر نقول إنه مستشفياتنا ومؤسساتنا اليوم التعليمية والشفائية هي استمرارية ضعيفة باهتة لرسالة السيد المسيح التعليمية ورسالته العجائبية. فعلا بس لأعطيكم مثل بسيط قرأته في الطيارة قبل أسبوع،
إنه هالسنة في فرنسا اللي بيقولوا عنها علمانية وملحدة زادوا عدد طلاب المدارس الكاثوليكية، الكاثوليكية يعني مدارس اللاتين، بأكثر من 12,000، واضطرت الكنائس المدارس الكاثوليكية ترفض من 30,000 إلى 40,000 طالبة وطالب، فيش محل، فيش معلمين ومعلمات. وحتى في غير مسيحيين كمان بقتلوا حالهم انه ايش، بس طبعا الاكثرية مسيحيين، والغير المسيحيين اللي بدخلوا المدارس المسيحية معنى انهم ما فيش عندهم يعني افكار سلبية عن عن المدارس المسيحية. 95% من المدارس الخاصة في فرنسا اليوم هي كاثوليكية، يعني مدارس لاتين 95%. تنسوش انه سنة 1905 كان في قانون صادر كل مدارس الرهبنات ومدارس الابرشيات في فرنسا 1905، وفي احدى الاديرة اللي حكوش هذه ابونا، نعم، شهادة الرموز المسيحية، لا ابدا طبعا، هاي مدارس فيها كل الرموز المسيحية. تفضل أبونا كملنا النص، مبين أبونا في الشاشة. معلش يا ريت لو تركز عليه أكثر، بلاش دائما نشوف خوري لاتين خوري لاتين. تفضل. نعم. وغيرهم كثيرون فطرحوهم عند قدميه فشفاه، فتعجب الجموع لما رأوا الخرس يتكلمون والكسحان يصحفون والعرج يمشون مشيا سويا والعمي يبصرون فمجدوا إله إسرائيل. قبل ما نيجي لهي العبارة مجدوا إله إسرائيل، بدنا نرجع للفكرة الروحية الأساسية. مرات في ناس بيقولوا إحنا بدنا أفكار روحية، بدنا أشياء دينية، بدناش معلومات تاريخية. كل شيء مفيد في حياتنا، كل شيء مفيد في حياتنا المسيحية، إنه حياتنا المسيحية متجسدة في الإنسان. لاحظتوا إن ربطنا في كلامنا المهمة التعليمية مع المهمة الشفائية. ليش؟ إنه كتير مرات المرض يأتي من الجهل، واليوم قاعدين بيكتشفوا كمان، بتلاقيها كتير في الإنترنت هاي، إنه بيعلموا الناس بيقولوا لهم هاي العادة في الأكل غلط، هاي العادة في الشرب غلط، مش لازم تعمل كذا، مش لازم تأكل كذا بعد كذا، مثلا إذا في عرقان مش لازم تشرب مي باردة، أو مثلا بعد الوجبات مش لازم نشرب إشي بارد، لأنه المعدة بتكون في الهضم، في عملية الهضم وإلى آخره. هذا غير طبعا للأطباء بعلمونا إياه، كل واحد في تخصصه والطب بشكل عام. إذا لما نيجي للسيد المسيح اليوم، نقدر اليوم كمان نيجي للسيد المسيح نحكي له مشاكلنا. في أحد آباء البطركية اللاتينية المتوفين أبونا لويس فابرو الله يرحمه كان يقول العائلات اللي منشوفها في الكنيسة ما منشوفها في المحاكم الكنسية، ما منشوفها في المحاكم. كل ما قربنا من المسيح فهو الشفاء، الشفاء لأمراضنا حتى الجسدية. وعندنا كاهن فرانسيسكاني اليوم عمره 96 سنة لقدام، بيقول إنه معظم الأمراض تأتي من قلة الصلاة أو من عدم الصلاة أو من عدم الإيمان. ليش؟ لأن الإنسان بيشعر بالكبت وبالعصبية وكل هذا يبقى في جسم الإنسان، لدرجة إنه علاقة صحية مع الله هي أيضا سبب صحة لأجسادنا كمان، زي ما قال مار بولس أما التقوى فهي تنفع في كل شيء. وبالعربي بنقول مثل التقوى أقوى، أما التقوى فهي تنفع في كل شيء. هلا عندنا عبارة
احنا بهمنا نفسرها اولا كمسيحيين وثانيا كعرب وبالذات ايضا كفلسطينيين واردنيين، لانه اكثر ناس احنا اسرائيل مأثره علينا وعلى حياتنا هم فلسطين والاردن، اذا بدنا نحكي على الحدود والضغط والاحتلال. مجد اله اسرائيل، مجد اله اسرائيل في هذاك الوقت ما فيش لكلمه اسرائيل اي بعد سياسي، اي بعد سياسي. اسرائيل يعني يعقوب. من هو يعقوب؟ ابو الاسباط الاثني عشر. ولكن ممكن كان في ايش؟ كان في نوع من صغر خلينا نقول ضيق الافاق عند اليهود. كيف يعني ضيق الافاق؟ اثروا من جيرانهم. كل معبود، بديش اقول كل اله، كان اله لشعب معين ولمحل معين. فممكن انه في فكر اول يهود يهوى كان هذا اله، مع انه هو اساسه اله كنعاني ياهو او ياهو او يه اختصاره يه، كان اله لمحل معين ولشعب معين. طوالي من اول اسفار العهد القديم وبالذات عند الانبياء وفي المزامير شو بقول؟ اما الهنا مزمور 114 مثلا فهو في السماء وقد صنع كل ما شاء، او اله ايش؟ السماوات والارض، او اله صباؤوت من صليها هاي بالليتورجية كمان، قدوس 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 رب الصباؤوت. صباؤوت هاي من اللغة الكنعانية، صباؤوت يعني الجيوش. أني جيوش أساسها؟ جيوش السماء، يعني الكواكب والنجوم. بعدين طبعا اليهود شو حبوا يفهموها؟ الجنود تبعونهم هم، وإحنا نقول رب القوات. في الليتورجية البيزنطية عنا كل يوم أربعة إيش؟ صلاة رب القوات في أيام الصوم الأربعة. الصبوت كلمة صباؤوت، صباؤوت جمع صفا معناها الجنود الجيش. صفا بس هي كلمة عبرية، هي كلمة عبرية يعني أساسها كنعاني، طبعا هي كلمة كنعاني. إذا زي ما قلنا مش لازم ننتفض من كلمة إله إسرائيل، لأنه إسرائيل هو أساسا واحد يعقوب اللي تغير اسمه لإسرائيل. إسرائيل يعني يحارب الله. وليش تغير اسمه في سفر التكوين بدل من يعقوب لإسرائيل؟ لأنه في الحلم شاف حاله أنه حارب ربنا وانتصر على ربنا، ولكن وين؟ في المنام، بس في المنام. وبتذكر وقت ما شيعنا زمان من غير اليوم جثمان يعقوب باسيل، وقتها قلت نعم ليعقوب ولا لإسرائيل. ليش لا لإسرائيل؟ لأنه الإنسان لا يستطيع أن ينتصر على الله إلا وين؟ إلا في المنام. عفوا. وعشان هيك هذا اشي غريب بالنسبة لنا كمسيحيين وكعرب، انه لما اجوا بدهم يأسسوا كيان صهيوني شو سموه؟ اسرائيل، مع انه كلمة اسرائيل شو معناها؟ يحارب الله. كيف انت بتسمي حالك ومبسوط على حالك انه اسمك محارب الله؟ بس يمكن زي ما بقول بالعربي اسمه على جسمه. بدناش طبعا محارب العدل، نعم لحد الآن مع الأسف محارب العدل.